فاحنا شفنا كده الصحافه جايه تتكلم معانا، فاحنا بصراحه يعني الموقف جوه مش لايق لحد. ازاي الزمن الجميل وازاي الفنان احمد فرحات لما الفن الجميل الفصيح في ثلاث لقطه الفن كله الفنان احمد فرحات احنا كنا بنحبه ما شفناش منه حاجه وحشه ابدا، فازاي مفيش ممثل يجي يزور احمد فرحات ولا يجي الجنازه ولا يجي عمرو بن العاص؟ مفيش. احنا يعني اقول ايه احنا زعلانين جدا 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 من موقف تافه الفنان احمد فرحات والله يرحمه. حضرتك تقرب له؟ انا بصراحه اصدقاء ليه، يعني اصدقاء كنا بنشتغل مع بعض. كنت بتتواصل معاك على طول؟ كان تواصلت اخر مره كلمته امتى؟ كان في اخر مره كلمته من 10 ايام. كان بيشكي لك بقى من فكره ان ما حدش بيسال عنه من الوسط ان هو نفسه يشتغل؟ والله حضرتك احنا في التراب اهو، احنا في المكان بتاعه، مكان الجنازه بتاعته هو بيدفن. انا مش لاقي يعني ازاي مفيش حتى فنان، مفيش حتى اخراج، مفيش حتى انتاج، مفيش والله. فاحنا زعلانين جدا. انا بتكلم من المشتاق من الله سبحانه وتعالى، انا زعلان على ايه؟ مفيش حد جنبه. فين الفن؟ فين الفنانين؟ فين الناس اللي اتعامل معاها؟ فين التلفزيون؟ فين السينما؟ مفيش. فحضرتك يعني كل واحد ليه يوم هيجي فيه برضه هيقف الوقت ده. فانا في احمد فرحات احنا زعلانين من قلبنا ومن كل جوارحنا، احنا غلابه عشان كده جينا نشوفه وجينا نطمن عليه من عند ربنا. ربنا يرحمه. يعني مسرح تلفزيون سينما. ربنا يرحمه. الحمد لله يعني والله يرحمه وربنا يصبر كل اهله، واحنا بصراحه تعاملكم معانا فرصه سعيده جدا. شكرا.